مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء باردة في أغلب المناطق وبلغت العظمى 12 درجة مئوية. هذه الليلة تستمر الأجواء باردة مع احتمالية تشكل الضباب في مناطق السهول الشرقية، لتصل درجة الحرارة في العاصمة عمان 4 درجات مئوية. نستعرض الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد، ونبدأ بإربد. أجواء باردة 7 درجات، المفرق 3، جرش 5، أيضا السلط 5، ترتفع غدا إلى 15، دير علا 25، إربد 19، رأس منيف 11 درجة. الزرقاء 5 درجات، صويلح 3، الفحيص 5، ترتفع غدا إلى 14، غرب عمان 14، ومطار ملك علياء 17 درجة. مرج الحمام 5 درجات، مادبة 1، وادي الموجب 9، ترتفع غدا إلى 22، الكرك 16، وغور الصافي 25، وأجواء مشمسة. الطفيلة 5 درجات، الرشادية 0 مئوي، معان 3 درجات، وادي رم 4، ترتفع غدا إلى 21، العقبة 24، ورأس النقب أجواء باردة و 12 درجة. إرويش الدرجة مئوية 1، الصفاوي 5 درجات مع احتمالية تشكل الضباب، ترتفع غدا إلى 19، الأزرق 21، وأجواء باردة. إذن غدا نهارا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة ولكن تبقى باردة، تصل في العاصمة عمان 14 وتنخفض ليلا إلى 6 درجات. يومي السبت والأحد يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا، لتصل درجة الحرارة نهارا إلى 16 وتنخفض ليلا إلى 7 درجات مئوية. شكرا لكم حسن المتابعة وعودة لاستوديو الأخبار.